عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده. عاش الشباب اللي بيبني بعرقه. ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة مميزة. مين فينا عايش تجربة وما قدرش ان هو يكملها؟ مين فينا كان عنده حلم وما قدرش ان هو يحققه؟ خاصة يا جهاد ان الحياة دايما بتبقى مليانة بمواقات، سواء كان من الأسرة او من المجتمع او البيئة المحيط بيها، اللي بيخلي الانسان سواء كان عنده حلم ان هو يحبط بتنفيذه. وعلشان كده معانا النهارده ضيفنا اللي مشرفنا الدكتور اشرف جوده، استشاري التنميه البشريه والعلوم السلوكيه، واللي هيتكلم معانا عن كيفيه صناعه الاهداف والتمسك بالاحلام. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. حضرتك نورتنا النهارده. الله يخليك. اهلا بحضرتك يا دكتور، حضرتك نورتنا جدا النهارده. الله يخليك. كده عايزين نعرف من حضرتك ان الهدف حاجه مهمه جدا في الحياه، ولكن بعض من الشباب مبقاش عنده كيفيه الوصول للهدف او كيفيه صناعه الهدف، ازاي حضرتك تنصح الشباب ان هم يبداوا صناعه الهدف، او ازاي يؤهل ان احنا نصنعه صناعه الهدف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ببدا كلامي برساله موجهه لكل شباب مصر: تمسك بحلمك. يعني الهدف بيبقى في الأساس حلم. أنا بحلم اللي أنا أوصل لمكانة معينة، عايز أوصل لمنصب معين، عايز اللي أنا يبقى عندي هدف وفي نفس الوقت قدرت أوصل لتحقيق هذا الهدف. الهدف بدايته حلم. أقول يبقى عندنا حلم، وبعد كده نتمسك بهذا الحلم، وبعد كده الحلم ده اللي احنا متمسكين بيه يبقى هدف قدامنا نصب اعيننا. يعني ايه؟ انا بخطط للهدف ده، انا بقول هعمل ايه النهارده، هعمل ايه الاسبوع الجاي، هعمل ايه الشهر الجاي عشان اوصل لهذا الهدف، وما تفرطش فيه ابدا. احنا بنشوف في منتديات الشباب اللي اتعملت مؤخرا في شرم الشيخ قد ايه الشباب الاوروبي عندهم فعلا اهداف، وقد ايه ثقافتهم عاليه، وقد ايه بيرجعوا بلدهم بعد كده بيطوروا نفسهم اكتر واكتر. بنقول لشبابنا ان انتوا بخير واللي انتوا فعلا الامال عليكم، بس بوجه رساله برضو لكل اب وكل ام: عندكم شباب يجب اللي انتوا تديهم الفرصه ان هم اللي يحددوا هدفهم بنفسهم، مش انا كاب او كام اقول له انت تعمل كذا او ما تعملش كذا، انت تخش الكليه الفلانيه او ما تخش الكليه الفلانيه، انت تروح الحته الفلانيه، مش انا اللي حدد له الهدف، هو اللي يحدد الهدف بنفسه. لازم ازود ثقته بنفسه، لازم شبابنا يبقى ليهم قدوة. احنا بنقول القدوة دي هتوصلني بسرعة جدا للهدف بتاعي، ويبقى القدوة في نفس مجال الهدف اللي انا محدده، والهدف نفسه يكون للحاجة اللي انا ميال ليها. انا ميال لي ايه؟ انا عايز ابقى عندي مصنع كبير، انا عايز ابقى راجل اعمال، انا عايز ابقى وزير في يوم من الايام. طب ده انا حابب كده وشايف اللي انا امكانياتي تسمح بده، اهل نفسي بقى اخد كورسات بقى، في بعض احاول. الشباب يا دكتور بيكون عندهم احلام او اهداف نفسهم انهم يحققوها، ولكن بيكونوا مش عارفين يبداوا منين، حضرتك تنصحهم بايه؟ اللي انا مش عارف ابدا منين، ده معناه ان انا مش محدد الهدف بتاعي مظبوط. لما احدد الهدف بتاعي مظبوط هبقى عارف الهدف ده عشان اوصل له لازم اشتغل. يعني انا دلوقتي عايز ابقى راجل اعمال، عايز ابقى عندي مطعم كبير، شركه كبيره، يبقى محتاج ان انا ايه؟ اخد دورات وكورسات في المجال ده، مجال رياده الاعمال، اطور من نفسي في املى السي في بتاعي. دايما بقول الكلمه دي، املى السي في بتاعي في نفس التخصص، ايه في نفس التخصص ده، واحاول ان انا يبقى عندي خبرات متراكمه في الايه، في المجال اللي انا عايز اخش فيه وعايز ارتقي فيه وعايز اوصل للهدف بتاعي فيه. ولازم ثقتي بنفسي تبقى عاليه، ولازم انا لو هعمل مشروع معين لو انا ما عنديش خبره فيه هقول ايه؟ هقول احاول ازود نفسي واعلي نفسي في الخبره دي، واجيب اهل الخبره، الناس اللي فاهمه في هذا المجال. طب يعني دلوقتي يا دكتور، طب ما احنا احلامنا كتير واهدافنا كتير، طب انا يعني طب هحقق ده كله امتى؟ او هل العمر هيكفي لكل الاهداف دي؟ احنا بنقسم اهدافنا لاهداف قريبه واهداف بعيده. انا دايما عشان ما اصابش بالاحباط، انا سامع حد من المشاهدين بيقول طب انا عارف ان انا هفشل، انا عارف ده، بالعكس ده انا جربت كتير قبل كده وفشلت، انا مفيش فايده. الفشل على فكره هو بدايه النجاح. يعني انا ممكن احاول مره واثنين وثلاث وافشل، ايه يعني اقول ايه؟ اديسون في احد اختراعاته حاول 99 مره وفي المره ال100 نجح. الفشل معناها ان انا ايه؟ حاولت. معنى ان انا حاولت يبقى انا ناجح، يعني انا هوصل. الفشل هو سلمه للنجاح. اتفضل. بعض الناس كمان يا دكتور عندهم رغبه ان هم اصلا يتابعوا الافكار او يتابعوا ان هم ينجحوا ان هم يستمروا، ولكن ممكن يفقدوا الرغبه دي او ان هو ما يقدرش يكمل بسبب مثلا محطه. انت افقد الرغبه دي في حاجتين: لو انا ثقتي بنفسي اهتزت،
او اصبت بالاحباط، ويمكن حاجه ثالثه كمان ان انا مش واخد قدوه، لازم اخد قدوه ناجحه، لازم اخد نموذج ناجح يعني في الحياه. حضرتك قصدك ان احنا لازم يكون عندنا قدوه في حياتنا عشان نقدر نوصل لهدفنا. طبعا، وبعدين حتى لو مجال مختلف. الله، جميل قوي الحته دي، حتى لو مجال مختلف، يعني انا مش لازم يبقى نفس التخصص بتاعي، ممكن يبقى تخصص تاني، بس انا بستلهم قصه نجاحه، بيعمل ايه عشان ينجح ايا كان. ويمكن قلتها كتير قبل كده محمد صلاح لعبنا الكبير، احنا انا كدكتور جامعه ممكن اخده قدوه بالنسبه لي او نموذج ناجح بالنسبه لي، حضرتك كمقدم برنامج وحضرتك كذلك، المهندس الدكتور، انا شايف ان هذا اللاعب، والدكتور احمد زويل والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور مجدي يعقوب اللي لسه حاصل على جائزه اسطوره الطب على مستوى العالم من جامعه شيكاغو، هؤلاء الناس نماذج اقدر اخدها واستلهم نجاحها وامشي واشتغل على نفسي زي ما هم بيشتغلوا على نفسهم. هل الدكتور مجدي يعقوب بدا كده، او محمد صلاح لعبنا بدا بهذا المستوى العمل الجاد والممارسه، اشتغل طبيعي. اشتغل على نفسه وعرف عيوبه فين، وكذلك ايه حاول ان هو يطور من نفسه دائما. والمدربين معنى كده المسؤولين بقى عن كل موظف في شركاتنا ومؤسساتنا، انا بحط ايدي على نقط القوه اللي موجوده في الموظف خاصه الشباب، واحاول انمي هذه النقط، واحاول ايه ازيل العيوب اللي عندهم من خلال ادارتي الجيده ليهم. وانا كشاب يجب يكون عندي الرغبه الاكيده في ان اكون ناجح، انا عايز ابقى ناجح، لازم يبقى في برواز كده يا جماعه. هل يا دكتور فن اداره الوقت بيكون سبب في تحقيق الهدف؟ طبعا طبعا، يعني انا عندي هدف اسمى، هدف كبير عايز اوصل له، اما كنتش هدير الوقت بتاعي مظبوط، اما كنتش هخطط صح، اما كنتش هستفيد بكل ثانيه. طب انا اي نعم انا مش مكنه، انا مش اله، ولكن لازم ادي حد للنوم حقه، حد للفسحه مع اصحابي حقها، حد للقعده مع ماما وبابا حقها، حد للقعده على الموبايل حقها، ولكن لازم ادرك ان اجتهادي لوقت، ولازم اجتهد فيه، اجتهد في شغلي، واجتهد في الوصول للهدف بتاعي. يعني واجبات الوقت مهمه جدا، ان انا اوزع اهتمامي في كل أيوة. الشتات المغربيه، ادي كل حاجه حقها، واحط خطه لنفسي، اجراء بزمن، هعمل ايه دلوقتي، هعمل ايه كمان ساعه، هعمل ايه بعد ساعتين، عشان في النهايه الاقي الخطه اللي انا حاططها تم تنفيذها. ويمكن كلنا ما كنا في ثانويه عامه كنا بنحط خطط، وفي الاعداديه نحط خطط للمذاكره ما كناش بننفذها عشان الخطه معموله غلط، عشان انا مش حاطط لنفسي فعلا برنامج همشي عليه. ويمكن ما كناش بنحب بعض المواد، ما كناش نحب نذاكرها، عشان كده لما اجي نحط اهداف انا بحط الهدف لحاجه بحبها، انا عايز اوصل لحاجه انا فعلا يعني ميال ليها. طيب يعني عايز اوصل لها من حبي ليها. اتفضلي. في بعض البنات بتكون عندها اهداف وطموحات، ولكن بتضطر ان هي تتخلى عن الحلم ده بسبب ان اهلها بيجبروها ان هي مش هتكمل فيه بحجه العادات والتقاليد. حضرتك تقول لهم ايه؟ هذه مشكله كبيره جدا بتواجهنا في مجتمعنا المصري وداخل اسرنا المصريه، التفرقه ما بين الولد والبنت، مجتمعنا الذكوري اللي بيميل الى الرجال دون النساء. يعني لا، ما ينفعش يبقى في تفرقه ابدا، زي ما انا بحاسب ابني بشكل معين يجب الحساب يكون على نفس الدرجه بالنسبه للبنت. الولد ما يبقاش بيغلط، الولد ما يبقاش بيتاخر على طول بصفه مستمره بره البيت، الولد يكون يعني ماشي على طريقته الخاصه والطريقه دي تكون غلط وما حاسبوش، واجي على البنت اللي هي ما بتعملش حاجه غلط واجي ايه لا ما تخرجيش مع صاحباتك، ما تقعديش قدام التلفزيون، ما تعمليش الحاجه الفلانيه اللي هي بتحبها، ما تقعديش على الموبايل. في قيد دايما. انا عارف ان انت مش عايزه بنتك تخرج مع صاحباتها، مش عايزاها تتاخر، خوف عليها، ولكن طب ما انت خايفه على الولد برضه. لا ده ولد مش مشكله. لا على كده يعني ايه نفسي انا كده بكبت بنتي، انا كده بزعزع ثقتها بنفسها. طب ما دي هتبقى ام في النهايه، هتتزوج، هتعرف تتعامل مع زوجها، هتدير المسؤوليه ازاي اذا كانت هي حاسه انها محرومه من اشياء كتيره جدا. طب حضرتك هنا توجه نصيحه لكل اب بيحرم بنته من ان هي تمارس حلمها بحجه العادات والتقاليد، تقول له ما تحرمش بنتك من الوصول لحلمها ابدا، بل بالعكس انا ادعمها واخليها تتمسك بالحلم بتاعها، طالما الحلم بتاعها حلم كويس، ما حلم ما فيهوش اي غلط، عايزه تبقى في وظيفه معينه، عايزه تبقى في المستقبل سيده ناجحه، ما هي عشان تبقى سيده ناجحه في المجتمع لازم تبقى ناجحه في بيتها في اسرتها. لو هي داخله متزوجه وهي حاسه انها فقدت كتير في اسرتها وبحرمني من حاجه
حاجات كتيره جدا. العمل النفسي حاجه مهمه جدا وعلى طبعا. وبعدين على فكره رغم ان انا محروم من حاجات كتيره جدا ومتضايقه من ماما من تصرفات ماما وبابا في مواقف معينه، هعمل اللي انا متضايقه منه مع ولادي برضه. طب لأن هل اكتسبت ده اكتسبت ده على فكره وانا رافضه بس هعمله برضه مع ولادي لاني اتعودت على هذا الايه هذا الاطار وما عنديش حلول اخرى. اتفضلي. هل التفكك الاسري بيكون ليه دور في تحقيق الاهداف؟ هو ليه دور في اعاقه تحقيق الاهداف طبعا. الابناء خاصه الابناء طبعا طبعا. احنا عندنا التفكك الاسري للاسف مستشري حاليا في مجتمعنا المصري، وعشان كده في مبادره رئاسه الجمهوريه اللي هي موده وموده كان اسمها موده للتقارب بين ايه الزوج والزوجه، ويمكن لتاهيل كل شاب وشابة ان هم يكونوا مقبلين على الحياه الزوجيه بشكل اكثر يعني اقول ايه اقتناعا بقدسيه الحياه الزوجيه ويحقق التماسك لاسرنا مستقبلا. طب ازاي حضرتك ان انا اكون مثلا عندي هدف امشي على خطاه ولكن حصل زي ما حضرتك قلت العامل النفسي بيبقى ليه دور طبعا مهم جدا والتفكك الاسري، انا ازاي ان انا اتجنب جزء زي كده او ان انا ازاي ما اثرش على نفسيتي كشخص ناجح او كشخص كان عندي هدف واستمريت فيه؟ بيبقى حمل عليا كبير جدا ان بيبقى في تفكك اسري قدامي، بابا وماما في مشاكل دايما بينهم حصل لا قدر الله طلاق، حتى انت فاكر التفكك الاسري بيحصل والحياه موجوده ما فيش من غير طلاق، حتى الاب موجود مع الام ولكن مفيش اي تواصل بيني وبين ماما وبابا، مفيش تواصل حتى ما اتزرع فينا عدم التواصل، حتى مع اخواتي مفيش اي نوع من انواع التواصل، مفيش مشاركه. انا لما بحط هدف ليا انا محتاج ان انا اسمع راي ماما وبابا، محتاج اسمع راي اختي اخويا. حضرتك تنصح كل شاب وبنت بايه؟ بنصحهم اللي انتوا اوعوا تتخلوا عن الحلم بتاعكم ابدا، من مصلحتكم اللي انتوا تبقوا فعلا قريبين من ماما وبابا بشكل كبير باخواتكم، بيبقى ليكوا اصدقاء ليكوا معارف، عشان انا الحلم او الهدف اللي انا حاطه لنفسي محتاج ان انا اخد راي ناس قريبين مني يبقى انا واثق فيهم ثقه كبيره جدا. الثقه دي عامل مهم في الموضوع طبعا. احاول ان انا ااهل نفسي للحلم اللي انا متمسك بيه للنهايه، احاول ان فعلا اكون قد الحلم ده واللي انا اكون واثق ومصدق نفسي ان انا هقدر اوصل لتحقيق الحلم ده مستقبلا، اكون واثق في قدراتي وامكانياتي، يكون الاب والام مديني الثقه العاليه لاولادهم ومصدقين اللي هم هينجحوا في يوم من الايام ودايما يحفزوهم ويشجعوهم. يعني حضرتك بتنصح كل اب وام بالتحفيز لاولادهم؟ وانا كمان كشاب احفز نفسي واشجع نفسي دايما يمسك بحلمه ويستمر عليه للهدف ان شاء الله. احنا للاسف الفقره انتهت بسرعه جدا، وان شاء الله حضرتك تشرفنا تاني. بنشكر حضرتك الدكتور اشرف جوده اخصائي التنميه البشريه والعلاقات الاسريه، نتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، وخلينا دايما عارفين ومؤمنين ان ربنا مش بيحط في قلوبنا رغبه الوصول لشيء الا وهو عارف ان احنا نقدر نوصل لها. بالظبط. وكمان الانسان يكون هو بلا هدف يبقى هو انسان بلا حياه. وبكده انتهت حلقتنا النهارده، نشوفكم على خير في حلقه جديده. عاش الشباب عاش الشباب.